عليكم. حبيت بس افرحك يا عم موسى، شعر بنتي بعد استخدام ميكس الترميم، احنا بقالنا تقريبا شهر بنستخدمه اهو، النتيجة باينة جميلة على شعرها. شعرها كان بيقع بطول، وكنت امسكه كده بس تلاقي شعر في ايدي، دلوقتي اهو مفيش اي حاجة. كان مليان قشرة، القشرة راحت الحمد لله بفضل الله وبفضل ميكس الترميم. الشامبو بتاعه كريم تحفة، الشامبو رائع، حمام الكريم فظيع. تسلم ايدك، تسلم عينك. نجحنا ومعانا ضيفة يمكن هي معروفة في الوسط بتاع مستحضرات التجميل والشعر والحاجات دي، هي همسة أحمد، وهي خبيرة عناية بالشعر وصاحبة براند ميكس الترميم وبيجي مسك وعنبر. مبدئيا بس وانا بحب الاسم بتاع مسك وعنبر كده، بحس ان الموضوع ينتعش. منوراني، الله يخليكي. طيب انا عايزه بس اقول لكم ان هي طلعت احلى كتير من الصور اللي كانت مبعوثه لي، وهي شخصيه لذيذه جدا. انا متشرفه بيكي طبعا. النهارده احنا بنتكلم كل البنات عايزه تعمل بروتين قبل فرحها او بتاع، وفي ناس بتقول اصله كويس وناس بتقول اصله وحش. ايا كان، احنا النهارده جايين نتكلم عن منتج بديل للبروتين او بتحاربي بيه البدعه بتاعه البروتين، صح؟ بصي، مش بحارب، انا حققت المعادله الصعبه. اللي هي انا قضيت على جشع اسعار كتير بتاع تجار، سواء بقى بروتين او مجموعات شعر، وفي نفس الوقت انا بخلي الناس حته البروتين او الكرياتين الكيميكالز اللي فيه، الفورمالين بيحرق بصيله الشعر. البنت البروتين عامل زي المسكن، بتفرحي اول شهر او اتنين، بعد كده بقى تعالي شوفي بقى المضاعفات اللي بتيجي، اللي الناس بتقولها لي بقى ده حقيقي، تساقط، هيشان، تقصير، تلف، التلف، الجذور اللي طالعه بقى، اللي طالعه جديده أسوأ من الشعر العادي اصلا بتاعها. فعلا دي حقيقه، يعني الناس بتشتكي بشكل رهيب. فانا حققت معادله صعبه، بمعنى انا جبت لها منتج على قد ايديها، رخيص برضو، يعني المواطن اللي دخله متوسط يقدر يشتريه عادي جدا، حلو جدا. وفي نفس الوقت مفيش اي اضرار، ناتشرالز جدا، مفيش كيميكالز، مفيش فورمالين، مفيش اضرار، ينفع للاطفال من سن سنه، لو حامل بقى، لو بترضع، مفيش اي اضرار خالص. ده بروتين برضو ولا عباره عن مش بروتين إيه؟ هي مجموعه عنايه، شامبو زيرو صوديوم. ده شامبو ده بتاعكم؟ اه، بتاع مسك وعنبر او ميكس الترميم. تمام. شامبو زيرو صوديوم، تمام. في سيرم فيتامين اي وبذور كتان، حمام كريم، في كولاجين بحري وكولاجين نباتي وبذور عنب، تمام. كريم تصفيف، تمام. شيا وارجان ولانولين طبيعي. مش بحب الكريمات. معانا هتحبيها، بتلزق الشعر جدا خالص يا جماعه. بس عايزه اوريه لكم ليه بقى، ليه هحبه. هتحبيها عشان هخليكي تستخدميه صح. يعني ممكن عميله تقول لي بصي انا استخدمت اغلى البراندات، ده حقيقي، بس ما جابتش نتيجه مع شعري، عشان احنا بنستخدمها غلط. ليه بقى؟ انا شعري ممكن تكون عامل، يعني بحط المنتج عادي وبستخدمه كل حاجه، بس شعري مش بعمل له مثلا بركاب حراري، او مش بعرضه لحراره بسيطه، أوه. او فوطه سخنه. ليه بعمل الحاجات دي؟ عشان مساميه شعري بتكون مقفوله، فالحراره بتفتح مسام الشعر، تخلي شعرك يمتص البرودكت اللي انت حطاه وتستفيدي بيه. المعلومه الحلوه دي، يعني انا لازم احط فعلا حاجه، او حتى حمام كريم او اي منتج احط له الفوطه السخنه، حتى العاديه، بنيه عادي بتاعتنا، استريتش نلفه، اي كيس، اي باقل الامكانيات فعلا، بركاب حراري، فوطه سخنه عاديه. انت مجرد بيفرق. طبعا مجرد ما تحطي فوطه سخنه على شعرك، بعد اقل من دقيقتين بتشيليها ساقعه، شعرك محتاج السخونه، التدفئه دي، فبتلاقي مسام شعرك اتفتحت، امتص البرودكت اللي انت حطاه ايا كان نوعه، هتلاقي فرق، خد الفايده رهيب. احنا بقى هنا بنعمل حاجه اسمها جلسه ترميم. ازاي بنمشي بعد ما بنستخدم الشامبو حمام الكريم، بنمشي البيبي ليس على الكريم، يعني خلاص شعري نشف مش مبلول، تمام، بصرحه بشكل كويس عشان الشعر وهو مبلول بيبقى ضعيف جدا، بيتقطع، فبنصرح بالراحه وبنحط الكريم، ولما الشعر بينشف بنظبط البيبي ليس على درجه حراره بسيطه متوسطه، اقل حاجه مثلا، اقل حاجه، ونبدا نمشي بالبيبي ليس على الشعر. فخلاص الحراره بتاعت البيبي ليس البسيطه بتخلي الكريم بيتغلغل في بصيره شعرك. ده ينفع مع زي حالاتي، الناس اللي طول الوقت عامله شعرها دي؟ بصي بقى، هي الفكره ان في ناس بتقول لي بصي احنا شغالين في مجال الميديا وشعرنا باظ من الاستشوار، الكريم بقى بيعمل كفر للشعرايه،
بيخلي شعرك ما يتحرقش ما يتقصفش. اه البيبليس مبهدل الشعر طبعا. لا ده بقى يعمل كفر للشعرايه بتاعتك وما يخلوش ملزق ولا اي حاجه. انا بتكلم في مصلحتي انا خالص. انا حد اناني جدا كده كده هتاخديها. انا حد اناني جدا بس حقيقي دي بجد مشاكلنا كلنا يعني. انا اجي احط كريم فما ينفعش مع البيبليس فما بحطش فشعري باص خلص. يا عمر بقى حققت المعادله الصعبه دي. طيب قولي لي طريقه استخدام دول بس دول ميكس الترميم صح؟ تمام. ازاي استخدمهم؟ الشامبو ده بستخدمه ازاي؟ بغسل شعري بالشامبو عادي جدا وبسيبه دقيقتين على الشعر لان احنا معظمنا بيعاني من القشره. شعرنا دهني ليه؟ عشان احنا مش بنهتم بغسيله بشكل مستمر. المنتجات اللي بنستخدمها وحشه. بالظبط. الشامبو بتغسليه وبتسيبيه على فروه الراس دقيقتين بس. تمام؟ وبتدلكي كده بصوابعك عشان كده زي ما احنا بنقعد نقول. بالظبط. وبتشطفيه بميه فاتره. ميه سخنه؟ لا، الميه السخنه اكبر عدو لشعرك. اوعي تقولي الكلام ده. الميه السخنه بتقطع الشعر، بتقطعه حرفيا. ميه فتره صيف شتاء. بعد كده بنحط حمام الكريم على الشعر نص ساعه. تمام. على الجذور برضو؟ من جذور الاطراف. وبنحط مثلا لو عندنا كبسولات فيتامين اي عشان نغذي تبقى فيه تغذيه. لو معلقه زيت زيتون او معلقه زيت جوز هند مفيش خلاص، بنحط نص ساعه. بعد نص ساعه بنشطفه برضو بميه فتره، وبعد كده ننشف بحاجه قطنيه وما نقعدش بقى نقلب شعرنا يمين وشمال. لا لازم الحركه دي. حاسه الحركه دي بقى كده. انت بتعملي كده يعني صدمه للشعر فعلا. فعلا احنا كده بنستخدم عادات اصلا خاطئه جدا. وبعد كده نيجي تقول ده زمان شعري كان حلو جدا ايه اللي قلبه؟ مش عارفه ايه اللي جراه له. لا، ما بسبب الحاجات اللي احنا بنعملها غلط. الروتين اليومي اللي احنا مش بنستخدمه صح. خلاص بندهن الكريم اللي هو السلكي. تمام. بعد ما شعري ينشف خالص واسرحه بالراحه عشان الشعر هو مبلول ضعيف. بعد شعري ما بينشف بمسك البيبي ليس اظبطها على درجه حراره متوسطه وابدا امشي عليه بالبيبي ليس. طب ما عنديش بيبي ليس، ما عنديش الامكانيه اني اشتريها. صح، اعمل ايه؟ بركاب حراري، طاقيه كده حراريه. الناس بتخاف منه تقول لا. ما هو لا، ما انا هقول لك بقى الطريقه الامنه ازاي. ان انا اولا وانا حاطه حمام الكريم على شعري بحط البركاب في الفيشه لوحده يسخن نص ساعه، وبعد كده اشيله من الفيشه والبسه. مش وهو في الفيشه فالحاجات اللي بنسمعها وبينفجر. انا كده استفدت بالتدفئه اللي هو هيعملها لي. وفي نفس الوقت ما حسيتش باي خوف او قلق منه. طب ده حلو جدا. ما عنديش بقى بركاب حراري. بص انا بجيب لك اقل الامكانيات. طب ما عنديش حاجه خالص. انا كيس خلاص عادي، كيس عادي والفه على شعري والبس بونيه عادي. ولو عندي مثلا استشوار اشغل هوا استشوار سخن، فوطه سخنه فوق البونيه واعمله. اقل الامكانيات. جلسه الترميم دي بتتعمل في البيوتي سنتر ب 1200 جنيه. احنا عارفين ان الترميم بقى غالي جدا. هو ده فيه نسبه فرد خالص خالص. بصي عموما بذور الكتان، سيرم فيتامين اي، كولاجين بحري، كولاجين نباتي، شيا، ارجان، كل الحاجات دي بتفرد بس مع المداومه. يعني انت اصلا اوريدي بتحسي بالافكت بتاعه من اول مره. بس مع الوقت بتفرد. بيديني النتيجه. يعني الفيديو اللي انتوا عرضتوه من شويه ده كان البنوته شعرها كان في جذور، في امها كانت عامله لها بروتين والدتها، وكان في كسر كتير مطرح البروتين. وهايش ومقصف ومقطع. النتيجه دي وصلت لها بعد شهرين ونص تقريبا. بس هي وصلت النتيجه مرضيه بالنسبه لها، شعرها اتحسن ما اتدمرش تاني، وفي نفس الوقت هي ما اتكلفتش كتير. المجموعه دي بتكفي استعمال شخص او اتنين شهر ونص. شهر ونص. انا عن نفسي انا عندي ناس في كوافيرات وفي بيوتي سنتر بياخدوا مني كميات رهيبه وبيعملوا هم الجلسه دي. الجلسه اللي هو اللي هي بالنسبه لنا شاور واحد بالظبط او حمام واحد هم بيعملوه بالمبلغ ده. 1200 جنيه. انت بتشتري مني انا ب 300 جنيه. وافضل مستمر عليه. وبيجي لك لحد باب البيت والشحن مجانا. كمان الشحن مجانا. خلي بالكم من الكلام. والسعر رخيص. احنا دايما بنقعد نقول ان احنا المنتج لازم يبقى رخيص ويبقى كويس عشان اقدر انا اللي بتفرج اشتري. هو بقى ده اللي عمل براند ميكس الترميم ده اللي شهره، ده اللي خلاه في الوسط معروف والناس كتير خلاص بقت. احنا دلوقتي احنا يعني مثلا سيزون رمضان اللي فات ده عايز اقول لك احنا ما كناش ملاحقين اصلا اوردرات. احنا ما عندناش الوقت اللي يكفينا سواء كشحن او كتيم شغالين ان احنا نوصل لكل الناس. طيب الشعر اللي طالع بنفس طبيعته ولا بيبقى متحسن ولا اسوأ؟ هو نفس طبيعته. انا مش عندي ما بحطلكيش كيميكالز. الفورمالين هو اللي بيخلي الجذور تطلع وحشه. احنا طبعا معانا الصور على الشاشه. تمام. هم هيشوفوا الفرق. انا مش هنتكلم، هم يتفرجوا وهم اللي يحكموا. بس الشعر اللي طالع بنفس تأثير شعري الأساسي، لا أسوأ ولا أحسن. أنا بقى الكورس ده مدته بالظبط 3 شهور. أنا لازم أستمر عليه 3 شهور؟ بتيجي العميلة بعد 3 شهور، طب لو أنت عايزة تكرريه براحتك.
عادي جدا ممكن خلاص، اوقفه؟ ممكن توقفيه، بس بقى نستبدله بحاجات من الصيدلية ما فيهاش صوديوم، ما فيهاش سيليكون، حاجات كلها ناتشورز جدا، ما فيش انا فيها. اول مره حد يقولي اه وقفيه عادي، لا دايما يقول لك وقفيه لا اصلك لو وقفتيه شعرك هيرجع تاني زي الاول. خالص نهائي. انا عالجته يعني خلاص، انا عالجته. مثلا ما ينفعش اوقفه واروح استخدم اي، مش عايزه اذكر اي اسم شامبو مثلا، كله صوديوم اللي وسيليكون. بيرغي اللي بيرغي ده لا، اي شامبو بيرغي، اعرفي ان هو اصل الناس فاكره ان كل ما يرغي اكتر انا شعري كنت فاكره ينضف كده اكتر، جدا على فكره، لا دي حاجه مش اكذوبه. موجوده في الوجود خالص. الشامبو اللي بيرغي اعرفي ان هو اوريدي هيدمر شعرك. طب ده حلو جدا، يعني انا هاخده منك استخدمه، شعري ظبط، انا ممكن اقعد 6 شهور استخدمه لحد ما اوصل للنتيجه اللي راضياني انا بقى، انا تمام حره، وبعدين اوقفه عادي جدا، عادي استخدم جدا، في منتج ناس مستمره عليه، عادي. كمان احنا عاملين اوفر عليه، انت لما بتاخدي مجموعتين بتاخدي التالته فري عشان يكفوا معاكي ال3 شهور. الرجاله ايه وضعهم في الموضوع؟ لا ده والله العظيم انا عندي فيديو لزوجه كان زوجها كان شعره باظ من الجل حقيقي وبيعمل استشوار كتير ومش عارفه ايه كده، لما بينزل يعمل شعره فاستخدم منها الكريم مره وصرح شعره، بتقولي خلصوا مني. قلت لها طب بصي انا هبعت لك مجموعه فري، بس انا عمل لي فيديو وقال لي المجموعه عملت معاه ايه. بجد، والله يعني ده عادي جدا ان الرجاله تستخدمه. طبعا عادي ايه المشكله، ممكن يحط كريم التصفيف ويسرح شعره ينزل بدل الجل. طب ده حلو جدا. طبعا احنا مش عايزين نقول ان دي المنتجات الوحيده اللي عندكم، لا انتوا خالص عندكم عندنا كمان منتجات منتجات كتير تانية كتير. ولسه في مفاجآت كتير. ده احنا لسه، لا المفاجاه دي في الاخر، ما ينفعش كده نحرقها من اول الحلقه. لا تمام طيب عندنا برضو شامبو ضد القشره او منتج ضد القشره، صح؟ تمام بصي ناس كتير بتشتكي ان اي شامبو ضد القشره بينشف الشعر، جدا دي بقى معلومه سهله جدا، هاتي الشامبو اللي انت عايزاه اللي مش هيعمل مشكله في القشره، وحطي على الشامبو معلقه زيت جوز هند عادل وسيبيه. الدنيا، ايه عادل الدنيا، خلاه كده خلاه يرطب هيخلي الشعر الشعر طري جدا ومش فعلا، هتحسي بنشوفيه مش هيعمل قشرة ولا خالص أي خالص. حاجة. اولا القشره دي علاجها سهل جدا، غير ان انت بتستخدمي شامبو ضد القشره بتغسلي شعرك 2 أو 3 في الاسبوع، تمام الفرشه اللي بتطرحي بيها شعرك مثلا كل 14 يوم تتنظف، تشربي تمام ميه كتير جدا، وفي في الصيدليه حاجه اسمها لوشن كريلا، ازازه كده قد في حجم علبه القطره ب10 جنيه، بس بيوم او يوم لا بتقسمي شعرك وبتنقطي كده على فروه الراس وتدلكي كده بالراحه وتنامي، مش هتلاقي اصلا القشره وجود. لا ده انتي كنز، انتي 10 جنيه، ايه اللي بتضيع القشره والله بجد العظيم والله، ب 10 جنيه. وده ما فيش حد بيقول كده. لا انا بقول لك اهو طيب في ناس اكيد اكيد هما سبب في وجود مسك وعنبر، تشكري مين؟ بصي كده لكاميرتك واشكري اللي انتي عايزه تقولي لهم انا متشكره لان انتوا السبب في وجودي طيب دلوقتي. اولا انا اشكر بابا وماما برغم ربنا ان انا يخليهم لك يا مقصره في رب. حقهم، بس انا كلنا ماشيه بدعواتهم. كلنا في حد بقى مهم جدا، جدتي اللي عايز ينجح في حبيبتي حياته ويكبر ويوصل هي تدعي حبيبتي له، ربنا يخليها لينا يا رب ويديها الصحه. وتدعي لي هقول لها والله، هي خلاص اكيد كده بتتفرج على الحلقه. ده حبيبتي اولا. ثانيا الناس المسؤوله عن مسكو عنبر مستر احمد طلعت، اقوى ماركتنج في مصر تقدري تعتمدي عليه، وهو مسوق شاطر قوي 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 يعني فوق ما تتخيل، يمكن هو اللي قعدنا هنا دلوقتي. هو باله طويل على فكرة، يعني احنا متعاملنا جدا معاه في البرنامج باله طويل واللي انتوا جدا عايزينه. جدا جدا، وبيقدر يوصل المعلومة للعميلة حتى لو كانت ايه، واسلوبه سلس وبسيط وبيوصل للقلوب غير الديزاينات اللي بيعملها، حد كده ما شاء الله. تالت حاجة بقى، اي مشروع اونلاين عايز ينجح لازم تختاري شركة شحن كويسة. شركة شحن؟ طبعا انا دلوقتي انت طلبتي مني المنتج وانتي حضرتك من اسكندريه، المجموعه بتوصلك لحد باب البيت، المندوب اللي هيجي لك يقدر يخليكي بذوقه وبتعامله تطلبي مني تاني، ويقدر يخليني اخسر عميله. حقيقي انا بتعامل مع شركه شحن بقالي تقريبا داخله في 4 سنين، الشركه دي اسمها اي ام دي اكسبريس، تمام القائم عليها او صاحبها استاذ احمد كمال، نوجه له تحية طبعا بجد انا بشكره على المجهود وهو مستحملني بصراحه، يعني هم مستحمليني على الزعيق مستحملين العملاء والخناقات اللي بعملها ومش عارفه ايه، بس هم حقيقي قدروا يوصلوا مسك وعنبر لاكبر قاعده شعبيه، انا اقدر ان انا اقول لهم شكرا بجد، يعني استحملونا واستحملوا العملاء وبيوصلوا الحاجه بسرعه والناس بتكنسل او مثلا تاجل لبكره المندوب يروح لها تاني، لا هم بجد ناس محترمه جدا. انا عن نفسي لو شركه، انا اتعاملت مع شركات شحن كتير قبلها تمام وغيرت شركات شحن كتير، بس هي دي الناس اللي انا تمام قدرت اكمل معاهم، فانا بشكره طبعا، واحنا بنشكره ومبسوطين انك كنتي معانا، حبيبتي. وان شاء الله هيكون في حلقات تانية عشان احنا معانا مفاجأة، مفاجأة اسمها ايه؟ بصي كاريشما
كاريشما. دي مفاجأة مش هنقول هي ايه بقى، مش هقول هي ايه، بس انا اقدر اقول لك ان هي تعمل طفرة في عالم التجميل في مصر. حلقة طفرة. او اسبوع او اسبوعين بكتير جدا كتير، وهيكون معانا كاريشما. ايه كاريشما بقى؟ هنسيبها لكم بقى، تخيلوها انتوا بقى، شوفوا هي عبارة عن ايه بجد. طبعا انا هدخل واقول عشان انا عارفة. نورتيني جدا جدا، مبسوطة ان انا شفتك النهاردة بجد حقيقي. ان شاء الله يكون في حلقات جديدة، وان شاء الله يكون معانا كاريشما. وبنشكر طبعا شركة الشحن بشكل شخصي، لان هي بتحكي عنها اكتر ما بتحكي عن شغلها اساسا. وان شاء الله نشوفكم الاسبوع اللي جاي في حكايات نجاح جديدة مع كريستينا جمال.